عن تطورات المشهد في السودان في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بخرق الهدنة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسر يوسف. أستاذ ياسر، مرحبا بكم. يعني رغم الهدنة الأمريكية السعودية، الأطراف المتناحرة في السودان تتبادل القصف، هل اختار الطرفان المعادلة الصفرية في هذا الصراع أستاذ يوسف؟ عليكم السلام ورحمة الله. السلام. مساء الخير وشكرا جزيلا لكم ومرحبا بمشاهديكم الكرام. أهلا بك. الحديث عن هدنة في الأوضاع الحالية في السودان تنقصه كثير من الدقة لوصف ما يجري على الأرض وفي المفاهيم التي تسيغ العملية الجارية حاليا. الجيش منذ البداية أعلن أن هذه فرقة متمردة عليه، وبالتالي هو يريد أن يقوم بمهامه الدستورية في استعادة الأمن وفرض السلام ومقاتلة هذه القوة المتمردة أو أن تلقي السلاح. بيان الخارجية السودانية منذ انطلاقة هذه الأحداث وصف هذه المسألة بهذه الطريقة، وحتى حين بدأ تنفيذ الهدنة في اليوم الأول القوات المسلحة السودانية أصدرت بيان قالت أن قوات الدعم السريع المتمردة تستغل الهدنة لإعادة تموضعها وتجميع شتات قواتها وتخزين مزيد من الذخائر والمؤن استعدادا للهدنة، وخرقت الهدنة في أكثر من موقع في العاصمة الخرطوم. ولذلك ظلت هذه الاتهامات قائمة. الهدنة طوال الثلاث أيام الفائتة كانت هدنة هشة بين الطرفين، لأن القتال يجري داخل العاصمة السودانية وسط المدنيين أحيانا، وقوات الدعم السريع المتمردة لحد بعيد فقدت التواصل مع قيادتها، وبالتالي لا توجد قيادة يعني تتوفر فيها الثقة وتسيطر على هذه القوات وتنقل لها التعليمات العسكرية أول بأول، وبالتالي يصعب السيطرة على هذه القوات وتنفيذ هدنة ذات قيمة توقف وقف إطلاق النار في العاصمة. لو تحدثنا عن جدية الأمم المتحدة في طرح موضوع الهدنة، صراحة هناك دعوات أممية لوقف إطلاق النار والاحتكام إلى صوت العقل كما صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، هل ترى هذه الدعوات جادة في ظل عدم طرح آليات معينة لتنفيذ الهدنة أستاذ ياسر؟ أولا قبل وجود الآليات وهي غير موجودة، لكن أقول أن بعثة الأمم المتحدة نفسها أنا في تقديري الشخصي يعني تصرفاتها في الفترة الماضية كانت تشي بأنها تقف مع طرف ضد طرف آخر، وحاولت فرض الاتفاق الإطاري على القوات المسلحة وعلى بقية القوى السياسية في السودان، وأعتقد أن تعمل بشكل انفرادي وحصري مع مجموعة صغيرة هي مجموعة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي تضم فقط ثلاثة أحزاب من جملة أكثر من 100 حزب موجودة في السودان، وحاولت تعزل كل وتقصي كل هذه القوى السياسية. ورأينا أن قادة هذه الثلاثة أحزاب في الأيام الأخيرة قبل اندلاع الأحداث كانوا يتحدثون في أكثر من مناسبة بأنه إما أن يوقع الجيش على الاتفاق الإطاري الذي يدعمه فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، أو البديل هو الحرب، كانوا يهددون بالحرب. وفعلا حينما أبدت القوات المسلحة اعتراضا على قضية دمج قوات الدعم السريع والتي طالب الدعم السريع أن تكون 10 سنوات مقابل سنتين طلبها الجيش، اندلعت هذه الأحداث. الآن أنا أقول أن كثير من السودانيين لا يثق في بعثة الأمم المتحدة وفي تصرفاتها وحتى في تصريحاتها الأخيرة، ولكن فيما يتعلق بآليات الهدنة لم تطرح أي آليات يمكن أن تكون ذات مصداقية أو ذات تأثير في تنفيذ الهدنة. وبالتالي أنا أرى أن الذي يكون هو مواصلة الجيش لعملية تطهير العاصمة السودانية من هذه الميليشيات التي روعت المواطنين واتخذت بعض المستشفيات مقارا عسكريا بالنسبة لها، وبالتالي المطالبة الشعبية الواسعة الآن هو بضرورة حسم التمرد واستعادة الأمن وفرض السلام. أستاذ ياسر، يعني الملاحظ في موضوع السودان
أن هناك فتورا دوليا وحتى عربيا تجاه الأزمة في السودان، عدم وجود مبادرات جادة أو تدخل على الأقل لوقف تدفق السلاح لأطراف الصراع، بما تفسر هذا الفتور؟ أنا في تقديري الشخصي هو لا يوجد فتور بالمعنى كبير في هذه المسألة. منذ بداية الأزمة رأينا في أيامها الأولى محاولة تواصل مع قيادة الجيش، وكذلك بعض الدول تواصلت حتى مع قائد الدعم السريع المتمرد، لكن ورأينا أن جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول أو الثاني للأزمة تواصل مع الفريق البرهان بعد اتصال مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميردت، وحاولوا طرح مبادرة للأطراف المختلفة. لاحقا رأينا محاولات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التواصل مع الأطراف. الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت على الخط وطالبت بوقف إطلاق النار، وكذلك روسيا اجتماع مجلس الأمن طالب الأطراف كذلك، وتم تواصل مع الجيش وقيادة الدعم السريع المحلولة. وبالتالي التواصل من حيث المبدأ تم مع قيادة الجيش في السودان، ولكن أنا أقول أن الرغبة الشعبية العارمة في ضرورة حسم التمرد ربما جعلت قيادة الجيش يعني تلخص موقفها في البيان الذي أدلى به مندوب السودان في مجلس الأمن بأن ما يجري هو مسألة داخلية، ويجب إعطاء الجيش الوقت اللازم للقيام بأدواره الدستورية في فرض الأمن واستعادة السلام. المشكلة هنا أن القوى الغربية التي كانت تراهن على قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حين اندلعت هذه الأحداث سارعت إلى سحب مواطنيها وتمثيلياتها الدبلوماسية في العاصمة الخرطوم، بما يشير إلى أنها تركت المسألة بين يدي القوات المسلحة لتواجه هذا التمرد الذي حدث في داخل العاصمة السودانية. وأنا أعتقد ويعني كما يعتقد كثير من السودانيين أن الجيش على مغدرة بحسم هذا التمرد. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسر يوسف، شكرا جزيلا لكم.